فيك؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا والحمد لله نجحت العملية وربنا رزقنا في هانم وهمام، الحمد لله رب العالمين. فرحة لا توصف طبعا، كشعور كأب وأم شعور لا يوصف رغم البعد، بس الحمد لله رب العالمين. الله أهدانا إياهم نعمة، وربنا هيك يحفظهم ويرعاهم، وبإذن الله الفرج قريب للغالي أبو هاني، ربنا يفك أسره وربنا هيك يجمعنا فيك في ديارنا بإذن الله قريبا يا غالي. الحمد لله ربنا أكرمنا إياهم، وتحدينا طبعا المجتمع، وتحدينا السجان، وتحدينا الجميع، ففي عم يعني حقي إنه نكون أبو وأم رغم البعد. فالحمد لله رب العالمين، نجحت النجح وربنا أكرمنا في الصبيان، الحمد لله رب العالمين، هذا كرم من رب العالمين. رسالتي للعالم إنه الأسير هو إنسان، مش إنه أسير يعني خلص الحبس يلتغي من المجتمع، لا، الأسير له معنى، له كلمته، له حياته، له حاجاته الخاصة. فرغم العالم ورغم السجان ورغم كل الدنيا احنا تحدينا، والحمد لله ربنا اكرمنا الاولاد، واحنا الحمد لله نهديهم للوطن وللرئيس محمود عباس برضه. اكيد فرحه ناقصه طبعا بغير وجوده طبعا، بس هذه الفرحه في القلوب طبعا، هاي بنحكيها للعالم انه ما تيأسوا، خلوا رحمه ربنا دائما والايمانيات قويه وعاليه، انه ما تيأس اللي في السجن رغم انه في زنزاله او في غرفه، فانه يكون عنده امل، والامل في وجه الله. نهض محكوم 20 قضى 15 مشي بال 16 في انتظاره طبعا باذن الله، يعني انا واولادي باذن الله قريبا.